حماتي حبيبتي ما اسمهاش جماجم، اسمها الحقيقي هدى. هدى؟ هدى المفتي. بس بقى عشان انا بحبها ما تهزر. ايه تهرج يعني؟ المهم يعني مين بقى اللي سماها جماجم؟ اهل حتتها. ليه سموها جماجم؟ لانها ما شاء الله الله اكبر عليها صحه تهد جبال، مفيش حاجه بتقف قدامها. جالها 3 كورونا وهزمتهم، جالها 2 ذبحه صدريه وقامت منهم، جات لها جلطه ومكمله عادي. افوتكوش بقى في الكلام، احكي لكم بقى اكرم لما تاه وهو صغير امه جماجم رجعته بصوته بقى ايه العالي ده ازاي. لا انا عايز امشي. لا معلش علشان ايه؟ هما كده يا باشا. اسمع الحكايه دي، حكايه مسليه جدا. والله عادي تضحكوا قوي. اكرم كان دماغه مدقلجه وهو صغير. ايه ده دي كده عادي؟ ايوه ما هو اشتغل عليها وراح الجيم خسس دماغه. المهم يعني فهو صغير راح عشان ياكل من الزباله زي القطه كده، فدماغه بقى منها اتقل من جسمه، قام اتكف على وشه جوه الزباله. امه بقى ايه افتكرتها قطه، راحت قمت عليها كيس الزباله وراحت ماسكه الكيس وراحت مطوحه من البلكونه على مقلب الزباله اللي قدامه. فهو بقى كان صوته عامل ازاي؟ زي اوزو بالظبط زي اوزو، حتى نفس الشارع. المهم قلب الام بقى، امه حست ان ده صوت ابنها، نزلت تجري على مقلب الزباله، بتفتح الكيس لقيت عين ابنها. مين بقى اللي لقفته منها اول؟ هو في غرض من الحكايه دي ولا احنا بنقول ايه دلوقتي؟ مفيش. انتوا متعودين على كده يعني؟ معرفش يا باشا، بتهري اي هاري والسلام. لا مش اي هاري، انت تهت من امك ولقيتك في كيس. لا في سؤال. اهو اعترف يا باشا، سجل ده عندي. انا بنكر يا سعاده الباشا. يا جماعه لقيته في كيس في سؤال في حله بريستو، ممكن نركز في اللي احنا فيه؟ صح. احنا نركز في اللي احنا فيه. احنا دلوقتي هنروح عند طن زلابيا. ومين زلابيا دي كمان؟ ولا هتطلع حكايه شبه اللي بتحكيها؟ لا 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 لا، هي صاحبه طن سوسو قوي وكانوا بيشتغلوا مع بعض وكانوا قاعدين. يلا ندخل نسال على نانا سوسو. يلا ثانيه واحده يا جماعه، احنا هنخش على الولايه كلنا كده بربطه المعلم تتخض. طب انا هاخد الولاد اعرفهم عليهم وبعدين اندهلوك. لا انا رايي نخش انا وانتي نامن الدنيا، لان ربما الوليه تطلع مجنونه مهبوشه، نامن الولاد. بس هي لو طلعت مجنونه انا هاخد فوقيه معايا، انت وفوقيه تيجوا معايا وهسيب الولاد الشباب هنا لوحدهم. ماشي اتفقنا. يلا ايه ده؟ هو ايه الشباب؟ في ايه صلاح؟ هو انا مش شباب يا اكرم ولا ايه؟ شباب. والبيت شباك اللي انا لابساها دي مش شباب؟ شباب. والكاسكته دي مش شباب؟ يلا. هو في حد من الشباب بيلبس كاروهات؟ لا. سيبك من كل ده، الحبوب اللي في وشي دي مش شباب؟ لا وساخ. العادي يا اكرم. هلحقك من ايه؟ من الحبوب؟ بتقول لي ان انا مش شباب. لا يا فوقيه انت شباب بس فوق السن، لان الشباب درجات. يعني ايه يا اكرم؟ يعني انا كبرت؟ لا ما كبرتيش بس خلصتي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.